السلام عليكم البنات، نبغيكم على خير وبخير وتكونوا صحة جيدة ان شاء الله. معكم فاتين فاتيل. ما نقدم لكم واحد المادلين فيه 4 ديال البيض، جوج معالق ديال العسل، الشكلاط اللي تيكون في الكوكيز ويكون في الكيكات ولا في المادلين، حتى هو كاس سنيده، كاس زيت، ساشيه د فاني، خمارة 10 غرام، نقطه ديال نكهات البرتقال، سيرو نكهات البرتقال، جوج كيسان ديال لافاريل. وهانتوما معايا خوتي المشاهدين الكرام، تبعوا معايا خطوه بخطوه. وهذا الكاطو تيجي يعني ناجح 100%. هاد المادلين ديروه في شكل كويخطه ديال المادلين، ولا ديروه في يعني الى عندكم شي مول صغير، ولا يعني المهم الطريقه اللي بغيتو، المهم هاد الغوسيط ديال المادلين. وهانتوما معايا، وتنشكر البنات على ديك التعاليق الزوينه بحالكم، امهاتي خواتاتي المشاهدين الكرام، تنشكركم بزاف، والناس من مصر ومن الدول العربيه كلكم تنشكركم، تونس يعني الجزائر كلنا خاوه، وتنشكركم شكر كبير. وهانتوما معايا، وتنشكر الاخت اللي كاتبه لي في التعاليق بغيتي باش نجي عندك، حتى انا مرحبا بك، الا بغيتي نكون في المغرب مرحبا، بغيتي تجي عندي لفرنسا مرحبا، ترحب بك الجنه. وتنشكرك على ديك التعاليق بحالك، وتنشكركم كاملين على ديك التعاليق لي غزاله بحالكم، والله يوفق ليكم حتى نتوما في الليله وين في هذه العواشر. وهانتوما معايا ما تصبيو في معاكم اختكم فاتين، هانتوما معايا حبيبات ديالي. المهم البنات درنا ديك 4 البيضات، كاس ديال السنيده، وكاس ديال الملح، وهانتوما معايا اخوتي مشاهدي الكرام، تيجي على هذا الشكل، مي تيطلع هذا البيض والسكر وشويه ديال الملحه، كاسين ديال 4 البيضات. وانتم معايا تبدا انا صافي، ما تبقاش خدامه العجانه، تنولي تخدم غير بهذا. بسم الله تحرى مغربي، درت نص كاس، انا تنخوي الريحه غير بشويه بهذا الشكل. تنزيدو هاد شويه الطحين عاود، زدنا الكاس نص فيه، ودابا غنزيدو هاد الزيت ونخليو نص الاخر ديال الفرينه مع الخماره مع الساشيه ديال الفاني، وغنزيدو العسل، وغنزيدو واحد القطيره ديال السيرو ديال البرتقال. ها هو تتباع محل الحلويات في المغرب، وهنايا تيكون عند الكسال اللي هنايا في فرنسا، الكسال اللي تنتقطعو منو، عندو بزاف ديال النكهات بالحامض، نكهات البنان، المهم النكهات اللي بغيتي. سمحوا ليا راه نسيت في التقديم، نسيت الكاس ديال الحليب، وعفوا وسمحوا لي، وبزاف ما تفكرتها حتى لدابا، مشت الخليط هذا وعاد هذا، وسمحوا لي. انتما اخوتي المشاهدين الكرام، هالكاس ديال الحليب اللي نسيت الاول ما قلتوش مع العناصر في التقديم، وسمحوا لي راه اي انسان تيقدر ينسى. تنجيو لهذا العسل،
نديرو المعلقه الاولى كبيره، المعلقه الثانيه، ايوا هانتوما اخوتي المشاهدين غنزيد هاد الفرينه هكا. صافي الفرينه صافي انتهت الشكل ديالها، صافي حنا خلطنا وهانتوما معايا كنجيو لهاد الخميره، اما تخلطوها مع فرينه، انا درتها منها هافاني. دابا غنجيو على شكل الشكلاط، هاد الشكلاط اللي تيكون في الكوكيز، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة ديال المعالق صغار، وباش يبقى في الوسط ما تيهبطش القاع ديال الكويغطات ولا في المول، تنجيبو شويه د الفرينه هاكا راه مازال من الفوق ديال العجينه، ونديرو باش يتغلف في ديك الفرينه، هانتوما واحد الحفينه هاكا قيمه معلقه هاكا عامره، ايوا هانتوما، وتيجي على هاد الشكل. صافي وحنا غنكبو في القالب ديالنا، ودرت هنايا عاوتاني كبيت في هادو عاود باش يطيبو، تديرو اللي عندكم كويغطا د المادلي ولا بحال هاد الشكل هذا ولا، وهانتوما معايا حتى الشكل النهائي ان شاء الله. ها هو الشكل منين طاب مي طابو، وهنا غنحيدهم مع هاد القويلبات ديال الكاطو، وان شاء الله نوري لكم الشكل النهائي ديالهم منين حيدهم من هادو. هانتوما معايا تجيو على هاد الشكل خوتي المشاهدين الكرام، تجي زوينين ورائعين هانوما على هاد الشكل مادلين، هانتوما تجيو زوينين. نتمنىكم خفيف على القلب ديالكم، انا قسمت واحد الوحده هانتوما تجيها بحال بونج هانتوما، نتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم الى فيديو قادم ان شاء الله، ونتمنى نكون خفيفه عليكم، وبالسلامه عليكم مشاهدي الكرام، وبالسلامه خواتاتي.